اهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن ذوي الاحتياجات الخاصه واحتياجاتهم ايه، مطالبهم، خاصه في ظل اعلان الرئيس انه العام القادم هو عام ذوي الاحتياجات الخاصه. ملفات تانيه كتير هنفتحها طبعا النهارده مع ضيفتنا اللي منورانا الدكتوره جهاد ابراهيم، عضو مجلس النواب. يا دكتور صباح الخير. صباح الفل وصباح الورد عليكم كلكم. صباح الورد ومنورانا واهلا بيكي. تسلمي لي يا مها، ربنا يخليكي. صباح الفل عليكم كده يا رب، وسنه سعيده على مصر وعلى العالم كله يا رب ان شاء الله. يا رب. في البداية، التعداد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هل هو فعلا هيكون بداية للحصول على حقوقهم؟ يعني هو يقول لك ايه، خدمات بتساوي ان انا احصاءات، يعني ان انا ابقى عارف العدد بالظبط ايه. طبعا احنا مش هنوصل للحقيقه كامله، بس طبعا يعني بنقرب وكده، فده شيء مهم جدا جدا. وطبعا انا يعني تحيه خاصه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اطلق العام 2018 عام ذوي الاعاقه، فالقياده السياسيه نفسها مهتمه بالملف. بلس بقى ان يعني القانون اللي طال انتظاره، قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه اللي احنا اشتغلنا عليه فترات طويله جدا جدا. خلينا نقول بقى يعني دكتور جهاد ابراهيم لقطه البرلمان، وانت بتحبي اللقب ده، وده لقب يعني بما انك ذكرتي دلوقتي ان انتوا اشتغلتوا على الملف ده تحت قبه البرلمان، كانت ايه اهم النقاط اللي انتوا اشتغلتوا عليها وكنتوا حريصين ان انتوا تطوروها او تضيفوا عليها؟ انت بما انك ذكرتي ان لقطه البرلمان، احنا عايزين كلنا وكل اللي بيشوفنا يتلكك انه يشوف حاجه ايجابيه. هنلاقي في مساوئ، مش بقول لك الدنيا ورديه واحنا بقينا فله والدنيا تمام، لا، بس في انجازات لازم ان احنا نعترف بيها، ان في 9 نواب من الاشخاص ذوي الاعاقه، ده حاجه ما كناش اصلا نحلم بيها. كلنا كنا بنقف على باب المجلس الشعب زمان بقى ان احنا بنتمنى بس نعدي السور، فتخيلوا 9 نواب اراده شعبيه دخلوا تحت قبه البرلمان. احنا لسه ما حققناش كل طموحات الاشخاص ذوي الاعاقه، لان احنا يعني ورم سرطاني بقاله 40 سنه، هل في يوم وليله هيتشال وهتبقى الحياه فيها توازن؟ لا. فاحنا 9 نواب تحت القبه، عندنا مشروع قانون للاشخاص ذوي الاعاقه، ما فيش فتفوته، ما فيش حلم كل الاشخاص ذوي الاعاقه بيحلموا بيه الا موجود في القانون، سواء الحق في العمل، وسواء الحق في المشاركه السياسيه، سواء الحق في التعليم، دامج، ما فيش فرق بين شخص عنده اعاقه. انا من الناس اللي اترفضت في جامعه عشان انا على كرسي متحرك، يعني تخيل انت جايبه اعلى مجموع في الكليه وتترفضي بسبب تافه. هل مثلا كليه عمليه انهم خايفين مثلا ان انا بس اقول حضرتك على حاجه، هو ده يعني ده غير مش موجود في القانون، فكره ان شخص ما يدخلش جامعه معينه او كليه معينه. لا، فكره التعليم الدامج دلوقتي ممنوع، اي جامعه ترفض اي شخص. طيب، عشان اعاقته؟ لا، تمام. انا اقصد الممارسات، يعني اقصد المشكله ما كانتش مشكله القانون قد ما المشكله كانت مشكله ممارسات. برافو عليكي. وده اصلا ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا حتى قلت لهم احنا لسنا بحاجة إلى قوانين، إحنا بحاجة إزاي نطبق القانون. ما القوانين في كتير من القوانين، بس هي ده بيستدعي مراقبة على الأفراد بقى. الافراد، انا برافو عليكي، انت جبتي حاجه مهمه جدا. كل الدول المتقدمه قامت على الفرد اللي هو النهارده ازاي نستثمر طاقه الاشخاص ذوي الاعاقه ونصنع منهم طاقه ايجابيه، طاقه بناءه. انا عمري في حياتي انا ما بفتكرش الكرسي لو انا مثلا عايزه اقوم، هو انا على كرسي؟ انا مش فاهمه. فالفكره كلها اني انا فرمطت، زي ما انا بقول لك انت جميله لانك انت فرمطتي فكره اني انا مها جميله وانا رائعه، فانا فرمطت فكره الاعاقه من جوايا، وده اللي بطلبه من كل شخص بيسمعني دلوقتي، ان الاعاقه اصلا اعاقه الروح، اعاقه القلب. انا مش عايزه اقول لك انك تعيش ان انا مش عندي حاجه وانا ما عنديش مشكله وانا اقعد احلم، لا، انت عندك ظروف ما ربنا امتحنك بيها. اجمل هديه، صدقني اقسم بالله العظيم انا بقول لك، اجمل هديه ربنا امتحنك فيها ان ربنا اختبرك باعاقه ما. وده محتاج شغل اكتر من الدوله، علشان الدوله والفرد على فكره، لان يعني اقصد ان محتاجين تسهيلات، يعني محتاجين طبعا ده حق اصلا حق. انا يعني انا مثلا عايزه اطلع سلمه، ما هو لازم يكون في رامب، ما انا بدل ما اتشلت مثلا. انا مثلا محتاجه ان انا يكون عندي حق في العمل، ان انا شخص ليا حقوق ليا واجبات، ده حقوق اصلا ما اسمهاش هبه ولا احسان. طب فيما يخص فعلا التصميم الهندسي في المباني والمنشآت، انا في لجنه الاسكان الحمد لله، وقانون 119 ان هو الزم، طبعا اللي فات فات، يعني اللي فات احنا على قد ما نقدر الزمنا كل الوزارات فعلا على قد ما تقدر ان الاماكن الحيويه اللي كل الناس بتتردد عليها انها تصلح،
لكن الزام على كل المباني اللي هتتعمل ان يكون فيها مهيئه للاشخاص ذوي الاعاقه، تبقى مثلا ادوار ارضي او اللي هو مثلا ادوار فوق، بس تبقى متاحه فكره الاتاحه وفكره الكود الهندسي وفكره ده في المباني الجايه. حتى فكره الاسكان الاجتماعي انه مخصص 5% للاشخاص ذوي الاعاقه، وده احنا بنتناحر فعلا الدور الانعقاد اللي فات مهندس علاء ولي تحيه ليه، فعلا ان كل ما يجي مشكله بتخص الاسكان الاجتماعي خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه لا بنحلها، ومعانا كل مستشاري وزاره الاسكان وبنظبطها، وزاره الصحه، وزاره النقل، لان المشكله ان القانون ده متكاتف فيه وزارات كتير جدا. الفكره كمان ان اشكال الاعاقه مختلفه. برافو عليكي. فده القانون هل بيراعي كل لا بصي انا بقول لك ما فيش فسوى ولا هفوى من حلم، حتى مثلا الكفيف من حقه زمان ما كانش ليه ينفع يسوق عربيه مجهزه او يحصل على عربيه مجهزه، دلوقتي من حقه يحصل على عربيه مجهزه معفاه تماما من الجمارك بمرافق. الكفيف ازاي؟ بمرافق، اقصد ان هو يكون في البرخصه الشخص اللي هيسوق له العربيه او الشخص اللي المرافق ليه، الاشخاص اللي هم عندهم اعاقه ذهنيه ده دلوقتي من حقه ان يحصل على عربيه مجهزه في القانون، ويكون لاهله اللي هو اي حد من اهله طبعا عشان ما يتلعبش او يستغل، حد من والي هو يبقى والي عليه يتكتب فيه حاجات كتير جدا. الاعفاءات الضريبيه مثلا، انا مثلا جايبه كرسي دافع اللي ورايا واللي قدامي في الكرسي، ومع انه حاجه مش توك على فكره الكرسي حق طبعا يعني بدل ما انا حاجه اساسيه حاجه اصلا انا بقول للوزير على فكره ده مش انا الكرسي بالنسبه لي حاجه اساسي، مش ان انا اركب كرسي حديد مش قادره امشي بيه، طب انا عفرت عشان اجيبه غيري مش قادر. فدلوقتي كل الحاجات بمواصفات عالميه هتبقى معفاه تماما من الجمارك، لان معظم الحاجات دي بيبقى اسعارها في الجمارك اللي جاي عليها، الاجهزه الطبيه الـ مثلا المواصلات والنقل والمواصلات، وبنجيب وزير النقل ومثلا هو شغل رهيب. اجهزه كمان السم والبكم يعني الاجهزه، ما انا بقول لك كل الاجهزه التعويضيه بما اني انا بمثل الاعاقه الحركيه فقلت على الكراسي، لكن كل حاجه اجهزه السم والبكم، اجهزه اللي هي لغه الاشاره، ده كل ده مشروع قانون بس موجود في القانون، والقانون فعلا يعني كل حاجه موجوده. يعني امتى هيتطبق ده على خلاص هو دور الانعقاد دوت، لان احنا اصلا 2018 احنا هنبدا نناقشه ولا خلاص خد المناقشه؟ لا 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 ده جلسات دخل البرلمان. لا 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 ده تحت القبه لم يناقش، لكن هو في اللجان النوعيه في لجنه التضامن خلاص اتناقش واستدعينا، عملنا حوار مجتمعي، كل حاجه فاضل بس ان هو رتوش بسيطه لوزاره طيب الماليه ويتناقش تحت قبه البرلمان. ده ليه محتاج مناقشه مجتمعيه؟ لان مثلا اصحاب الاعمال، في كتير من اصحاب الاعمال يرفضوا ان هم يشغلوا ذوي الاعاقه. لا لا ده بتلزمهم دي دلوقتي خلاص، بس تلزمهم وفقا لايه؟ هو كمان هو عايز يكسب، هو عايز عدد ساعات العمل اللي الموظف بيأديها عنده، يعني هو بيعتبر ده حقه، عدد ساعات العمل الموظف بيأديها عنده هو كمان عايز يستفيد من الوقت ده، فلازم يبقى في مناقشه مع رجال الاعمال. حصل بالفعل لان في اعاقات معينه، في مثلا اللي عندهم ضعف السمع دول محترفين في الحاجات اللي فيها تركيب، فبالعكس صاحب العمل بيبقى محتاج الشخص ده لانه ما عندوش منفصل عن العالم. بس خلي بالك ده هيلزم كمان صاحب العمل ان المؤسسه نفسها بتاعته تكون مجهزه لاستقبال صاحب الاعاقه. وفي مش مجهزه بس المؤسسه، كمان الناس اللي بتتعامل مع الشخص ذوي الاعاقه، لان بقول لك ده هيعمل طفره احنا لسه ما اتعودناش عليها، طفره ان احنا بنقول له ان انت موجود، يعني ليه وجود؟ ليه وجود؟ وده اللي احنا بنقول فيه ان انا مش شخص، انا عشان ربنا اختبرني باختبار معين انا مهمش او انا مش على الخريطه. دكتور جهاد، بتشوفي انه المعاق نفسه عليه دور نفسي؟ بمعنى بالعكس اقول لك ليه، لانه في ناس طبعا يعني بتبقى مولوده باعاقه جسديه وفي نفس الوقت سوري في الكلمه بيحبوا صعبانيات، بيحبوا يتاجروا بيها. ده اللي انا جايه اتكلم فيه النهارده، حتى لما المعد كلمني قلت له يعني هم كمان مش مساعدين نفسهم. برافو عليكي. انا قلت مره لو جبنا رئيس بباراشوت من الجنه بدون شعب مش هنعمل حاجه. فانا بقول لك احنا ما تقعدش تحط اللوم علينا ولا تحط اللوم على الدوله ولا على ربنا ولا على المجتمع، في تقصير في انجازات فيه، بس الدور عليك بقى. ما هو انت يا تصدق ان ربنا اختبرك اختبار معين، قوم انهض بنفسك، استثمر طاقتك، ربنا خد منك حاجه اداك الف حاجه، بس انت لازم تثق في نفسك، ما تعيش دور الضحيه كتير. انا مش بقول الكلام ده على اني انا من فوق، انا اصلا من ادنى الطبقات، فقر وتهميش وكل ما تتخيله، مش بنت اتولدت ليدي يعني، لا انا تجرعت كل انواع اللي انت بتدوقه، انا ضايقاه كل حاجه انا يعني انا عايشاها، بس
ما فيش النقطة الفاصلة في حياتي إن أنا بديت أبدأ بنفسي، بديت إن أنا أستثمر قدراتي، بديت أصالح ربنا وأصالح الحياة، بديت أصالح نفسي أصلاً. يعني في ناس مش راضية عن الحياة، وطول ما أنت مش راضي هتفضل زي ما أنت، الحياة أصلاً مش هتقف، لازم تقوم تقرأ، تستثمر قدراتك، تقوم وتقع، إيه المشكلة؟ يعني عايزة أقول لك في المحاضر التشيكي أنا مش متذكرة اسمه، اللي هو ملوش أطراف خالص، ولد بلا أطراف. نيكولاس، نيكولاس هو أكبر محفز على مستوى العالم. هيلين كيلر لما قالوا لها يعني قالت انا ما عنديش اللي هي العمياء الصماء البكماء اللي بتقول ما عنديش وقت، ربنا اعطاني الكثير فلم يعد لدي الوقت اني اقول له ايه اللي مش عندي. فاحنا عندنا احنا ما نضحكش على نفسنا، احنا دلوقتي نقعد مع نفسنا كل واحد حتى مهما كان حقك في انك تكوني اسره وعيله. المجتمع ممكن يقول مين هيرضى زي ما ايه الخطه التوعويه اللي انتوا حاطينها علشان نغير النفسيه بتاعت الشخص المعاق انه ما يشوفش نفسه ضحيه؟ هو دور الاعلام بقى، مش نجيب لي بقى بتوع اللي هم المعاقين اللي هم على الاشاره واللي بايعين واللي ما رجله اتبترت واللي الاعمى واللي فتح في الاخر، لا، ان احنا نعمل سبوت على النماذج الناجحه. شفتوا ياسين في مؤتمر من مؤتمرات الشباب، يعني قوه الاراده اللي بدا يلف على كل المحافظات عشان يجيب طلباتهم، عنده اراده انتوا ما تتخيلوش اصلا الطاقه الرهيبه اللي جوه كل واحد فينا، بس احنا اللي بنكبتها. الفكره ان الشخص لما بيكون مولود بالاعاقه هو خلاص هو خد على ان ده الطبيعي بالنسبه له، لكن المشكله اللي بيبقى اللي بتحصل له إعاقة بعد كده نتيجة حادثة أو نتيجة أي شيء، بيبعد هنا ما بيقدرش يتأقلم بقى، وبيبقى صعب قوي عليه التأقلم. بصي، هو مش في حاجة اسمها صعب، هو بيبقى أصعب من اللي يعني هو المستويات أصعب من اللي اتولد، بس ممكن في ناس اتولدت بالإعاقة وستيل مش راضي عن إعاقتها ولا راضي عن الحياة. لكن الفكرة كلها قرار، كل حاجة في حياتنا قرار. أنا دلوقتي يا أقرر، يعني كل اللي بيسمعني يا يقرر يعيش حياته كلها موجوع وعايش فكرة الإعاقة الحقيقية، لأن الإعاقة الحقيقية في الفكرة أصلاً. يا اما انا ربنا خد مني حته اداني 1000 حته، ما بوصل لل1000 حته اللي ربنا اداها لي. بتمنع الشخص انه يشتغل ويمارس حياته بشكل طبيعي، هنا الاهتمام بيهم يكون ازاي؟ زي الاعاقه الذهنيه مثلا، دي ممكن تمنعه ان هو يشتغل، ممكن تمنعه ان هو يؤدي يعني. بالعكس، ده جينيس. اكتر ناس عندها عبقريه الناس اللي هي عندها اعاقه ذهنيه في الارقام وفي الحسابات دول. تعالي شوفي مثلا لو سمعتي فيلم ماي نيم از خان، جينيس، يعني عندهم عبقريه جباره في العدد وفي هل الأرقام. تم التطبيق ده في دول متقدمه، استخدامه يعني الاستفاده منهم؟ وبدا هنا كمان، يعني بدا هنا ان احنا ان الشخص ما نبصلوش انه عنده اعاقه، عنده اعاقه ما التخين عنده اعاقه، اللي لابس نظاره عنده اعاقه، اللي مثلا عنده قصر في حاجه معينه، كلنا لو بصينا في المرايه فعلا هنلاقي كلنا عندنا حته ناقصه. وانا دايما بقول على البيدج بتاعتي، يعني بيدج الصفحه بتاعتي كلها طاقه ايجابيه، ان دايما بقول ان ربنا حط فينا كل واحد حته ناقصه لو قعدنا مع نفسنا عشان نفضل نقول يا رب، لان لو الحياه كامله اصلا هتبقى مسخ. وعشان نتواصل ونكمل بعض. برافو، انت جبت الفيصل طبعا. ان احنا اصلا ربنا خلقنا، انا لا يمكن ابقى زيك ولا انت هتبقي زيي ولا هبقى زي ايمان ولا انت كل واحد فينا بنكمل بعض بصمه بتكمل. يعني انا مثلا مش ممكن ابقى زي ايمان في الكوره، يعني بشوف بنكمل بعض كتير على فكره. لا لا دي حقيقه، لو شايفه الثقه شايفه لكم حاجات كتير. احنا في الكون سيمفونيه بنكمل بعض، بس احنا لسه رعاته الخناقات، وان انا لازم ابقى زي فلان وان المذيعه الفلانيه لازم ابقى شبهها. انت مش هتبقي شبه حد، انت ليكي بصمه. انا احلى بكتير على فكره، يعني مش يعني الموضوع مش محتاج كلام، الصورة تتحدث عن نفسها. ايوه، وبعدين انت مش عارفه تسمعي الماتش بالليل ولا مش هتسمعي، بس انا عجباني الروح جدا، لان بصي هو ده الفريق. لو انت مثلا متضايقه، ايمان عجبتك او غلبتك في حاجه هتقولي متضايقه، لا بالعكس احنا بنكمل، انتوا بتكملوا بعض كتير. ما على فكره مش متضايقه خالص، الكوره كلها بالشفا يعني. مراكز ما عدا منتخب مصر، معلش. طبعا، لا منتخب مصر بقى ده لازم. طبعا عايزه الروح دي كلها تبقى متواجده في مصر، روح الفريق، روح التعاون، ان احنا كلنا هنبقى بنكمل بعض. انا لا يمكن اعيش بدون العامل الجميل اللي بينظف الشوارع، ولا هعيش بدون البنا، ولا هعيش بدون المهندس، ولا هقدر اعيش بدون. احنا ضروري دكتوره جهادنا قبلك مره ثانيه، بس نبقى بقى بدانا خطوات جديه في القانون وبدانا تنفيذه بقى على الارض الواقع، خطوات التنفيذ في ان يتم التصويت عليه، ونشوف في الاخر الاخراج النهائي ليه هيبقى شكله عامل ازاي باذن الله. وصباح الورد عليكم ان شاء الله يا رب، سنه سعيده على الكل، وباذن الله دور انعقاد موفق، وكل حاجه قرار مننا، وعايزين كل واحد بقى يبدا بنفسه ويبدا يستثمر الحياه، لان العمر بيخلص في لحظه اصلا يعني. شكرا يا دكتوره، نورتينا. دكتوره جهاد ابراهيم، عضو مجلس النواب، شكرا ليكي. نورتينا، بنشكرك. شكرا جزيلا. شكرا لكارما اللي جايبها من بدري من النيل. ربنا يخليها لك يا رب، بناتك الحلوه. ربنا يخليها لك. مشاهدينا هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع مره ثانيه، استنونا.